عزبتي فين فرنسا؟ يا غزل يا غزل كسبناك يا غزل. أمنية؟ نعم. هي غزل فين؟ احنا يا فيروز دورنا عليها في الشارع وما لقيناهاش، اكيد هتلاقيها جوه يعني. ماشي تعالي يلا نشوفها فين. اللي يحب برنسو يلا يرفع ايده كده، اللي يحب برنسو يلا ينزل ايده كده، اللي يحب برنسو. عم محمود وطي شويه كده يا عم محمود. الرقم الغريب ده مين بيتصل بي؟ الو الو الو. ايوه مين معايا؟ بنتك معايا. نعم بنتك معايا. بنت مين؟ بنت غزل. معاكي ازاي؟ انت مين اصلا؟ اقولك ايه، انا عايز 200,000 جنيه وارجع لك بنتك. بقولك انت كذاب اصلا، بنتي غزل مش معاكي استحالة، انا لسه سايباها دلوقتي حالا. تحب ابعتلك صورتها على الواتساب وهي متكتفة؟ متكتفة؟ انا قلتلك كذا مرة انا خول ايديا. هو انت مين وعايز مني ايه؟ انا عايز 200,000 جنيه وارجع لك بنتك. خلي بالك لو بلغت البوليس مش هتشوف بنتك تاني. يا نهار اسود. طيب طيب ماشي، حاضر حاضر حاضر. الرقم دوت والنبي ما تاذيهاش عشان خاطر ربنا. الرقم دوت ايوه مش هيوصلك لحاجه. بس انا مش مصدقه ان بنتي غزل معاك. نص ساعه تجهز الفلوس وأقول لك أشوفك فين. ماشي حاضر ماشي. يا نهار أسود، هي فرنسا سابت غزل ولا إيه؟ غزل راحت فين يعني؟ أنا مش مصدقة حاجة. لما أكلم فرنسا يا عم محمود، يا عم محمود لف وارجع بيا على البيت بسرعة يا عم محمود. ماشي بسرعة يا عم محمود بسرعة. حاضر يا مدام. يا نهار أسود. أيوة فرنسا، أيوة فرنسا، غزل بنتي فين؟ واحدة واحدة يا مدام، أنا مش فاهمة حاجة. غزل بتلعب مع فيروز وامنيه واقفه معاهم، وانا رحت اجيب حاجات لام فيروز. ايوه اكيد يعني في العماره. ايوه انا قدام العماره اهو، ادخل العماره واخليها تكلم. حاضر يا مدام حاضر. امنيه فين غزل يا امنيه؟ مش عارفه يا ماما، احنا كنا بنلعبوا في الشارع السباق، بعد كده ما لقيتهاش يا ماما. بتلعبوا في الشارع؟ وايه اللي طلعكوا الشارع يا امنيه؟ في ايه يا ماما؟ في ايه بس؟ في ايه يعني؟ امها بتكلمني وبتزعق وبتقولي فين غزل؟ غزل راحت فين يا امنيه؟ وايه اللي طلعكوا الشارع يا بنتي؟ طب يا ماما اروح ادور عليها. طيب يا ماما اعمل ايه؟ وهقول لامها ايه؟ طب بصي تعالي ندور عليها في الشارع. خدي يا فيروز طلعي دي الحاجات دي لامك. ماشي تعالي تعالي. غزلتي فين يا فرنسا؟ مدام والله كنت لسه رايحه ادور عليها. قولي لها يا امنيه كنتوا بتلعبوا فين؟ احنا لعبنا في شارع 8 و9 و10. غزل بنتي اتخطفت. والله العظيم يا فرنسا انا مش هسيبك، انا اصلا مش مرتاحه لك ومش مطمنه لك. والله يا مدام انا كنت بجيب طلبات لما فيروز. والله انت بتستغلوني عشان عارفين جوزي مسافر؟ والله العظيم ما هسيبكم غزل بنتي. لا لا ده حتى احنا كنا بنلعبوا مع فيروز كمان. وفيروز راحت فين؟ اتخطفت هي كمان؟ لا لا فيروز فوق طلعت لوحدها. اه طبعا مش هتتخطف مع ابوها هنا، تخطفوها ازاي؟ انا هطلع اسال فيروز على كل اللي حصل. وغزل بنتي لو ما رجعتش يا فرنسا والله العظيم ما هسيبك. طب ثواني، انتوا كنتوا بتلعبوا في شارع كام؟ يا عم محمود انا بنتي اتخطفت، بنتي اتخطفت، خليكي استنيني هنا يا عم محمود. يا ماما في ايه يا ماما؟ انا مش فاهمه حاجه يا ماما. انا فاهمه حاجه، بتقولي ان بنتها اتخطف وبتقولي ان انا مش مرتاحه لك. انا ما عملتش حاجه يا امنيه، انا كنت بجيب طلبات بس. طب يا ماما تعالي ندور عليها يا ماما تعالي. طب تعالي يا امنيه. ايه يا نهى؟ ايه في ايه؟ جوه فيروز؟ ايه طيب في ايه؟
كذبه. يعني غزل راحت فين؟ انا مش فاهمه حاجه. طيب ولا انا فاهمه حاجه؟ انا بنتي غزل اتخطفت يا سلمى. اتخطفت ازاي؟ انا عرفت منين ان هي اتخطفت؟ طيب اللي خطفها كلمني وقال لي عايز 200,000 جنيه وانا مش عارفه اتصرف ازاي. 200,000 جنيه؟ ايوه. بقول لك على حاجه، الحل الوحيد دلوقتي اللي هتعمليه تروحي تبلغي البوليس دلوقتي. لا بوليس لا. ليه؟ قال لي لو بلغتي البوليس مش هشوفي بنتك تاني. طب هتعملي ايه يا نادى؟ طيب مش عارفه اللي هيحلها لي محمد جوزي، انا لازم اطلع اكلمه بسرعه. ايوه طب عايزين اعمل معاكي. لا لا انا معاكي يا نادى، لو عايزين اساعدك في حاجه. شفتي يا فيروز غزل اتخطفت ازاي؟ بس انا يا ماما كبيره. لا يا غزل، يا فيروز انت مش كبيره. ايه ما غزل كبيره ايه واتخطفت يا فيروز. بعد كده يا فيروز عايز تنزلي تلعبي انا معاكي ومش هسيبك ابدا. حاضر يا ماما. ربنا يرجع لها بيتها بالسلامه يا رب. هتعمل ايه نادى؟ طيب هتعمل ايه؟ ان شاء الله خير. طب يا مدام استني بس يا ايه. طب يا مدام استني اكلم اللي خطيفه ده. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. التليفون مقفول. طب يا مدام بلغي البوليس. طب يا مدام ما ينفعش كده. دي بنت حضرتك ايه؟ ما تجيبيش سيره البوليس قدامي خالص. البوليس لو عرف بنتي مش هترجع لي تاني خالص. لا هترجع. انا هجهز. يا مدام يا مدام خديني معاك يا مدام. إيه انا إيه؟ انا عايزه اطمن على ايه معايا فين يا ايه؟ غزل دي بنتي دي نضايا. انا عايزه اطمن عليها. دي روح قلبي. دي غزل حته مني. خليكي انت هنا ايه. بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا مدام. قولي. انا قلبي مش مقبوض. يعني ايه؟ يعني غزل هترجع ان شاء الله. بجد يا ايه؟ باذن الله هترجع يا رب. ان شاء الله هترجع يا رب. ترجع يا بس خديني معاك والنبي. خديني معاك اطمن عليها. لا خليكي هنا عم محمود السواق معايا. لا بدل معاك عم محمود السواق يبقى انا كده اطمنت. يا مدام على فين؟ يا محمود مش على اي مكان يا عم محمود. استنى شويه. طب ماشي اقدر اساعدك بيه. قولي لي يا مدام في ايه بس اساعدك. والنبي يا عم محمود ما تتكلمش معايا دلوقتي خالص لو سمحت. اقعد ساكت. ماشي يا مدام. التليفون مقفول برضه. يا رب سلم يا رب. يا رب رجع لي بنتي في حضني تاني يا رب. يا رب انا غلبانه والله. يا رب رجع لي بنتي في حضني تاني. برضه التليفون مقفول. يا رب يا رب سلم. خلاص مش قادره مش متحمله والله. يا رب يا رب سلم يا رب. يا رب سلم. ايه فرنسا يا مدام؟ مدام انا عمال ادور عليها ومش لاقياها. دوري فين يا فرنسا؟ انا بنتي مخطوفه يا فرنسا. انت هتستقبلي ولا ايه؟ والله اصل مين عارف ان انا كنت مسافر غيركم. والله العظيم ما انا سايباكي يا فرنسا. اقسم بالله اخد بنتي في حضني كده بس. مدام والله والله ما عملت حاجه يا مدام. احنا مش لاقيناها خالص والله. اه ايوه صح. بتطلعي لي بنتك اول ما انزل. اول ما اخش البيت روح بنتك نازله. اول ما اجي انزل تروح بنتك طالعه. وخليها تلف في الشقه تعرف كل تفاصيل حياتي. والله العظيم ما انا سايباك. بتفتشي شقتي يا امنيه؟ لا لا والله. بتعرفي انا معايا فلوس ولا معيش فلوس ولا معايا ذهب ولا لا؟ والله ما انا سبتها لكم. احنا يا مدام والله ما عملنا حاجه والله. ايوه والله. لا التليفون مقفول برضه. رجعي لي بنتي يا فرنسا. حرام عليكي. خدي فلوسها اهي ورجعي لي بنتي يا فرنسا. غزل زي بنتي يا امنيه بالظبط والله. والله ما عملت كده. ايوه ما عملتش كده. ما تتكلميش معايا خالص. ما تتكلميش معايا خالص. حاضر يا مدام. رد بقى والنبي التليفون المقفول ده افتحه. يا رب يا رب بقى يا رب.
يا رب سلم. خدي الفلوس ورجعي لي بنتي يا فرنسا. والله والله ما خدت حاجه يا مدام. والله والله غزل دي انا بحبها زي امنيه. والله وانا كمان بحب غزل. الو. ايوه انا مع حضرتك اهو. فلوس جاهزه؟ ايوه ايوه الفلوس جاهزه. والنبي بنتي غزه خلي بالك عليها، انا عايزه بنتي غزه تساعدني والنبي بسرعه. بص بقى. ايوه هتقابليني. ايوه شارع 80. شارع 80 حاضر دلوقتي حالا صح؟ لوحدك. ماشي حاضر حاضر. خلي بالك اي حاجه بنتي غزه والنبي اي حاجه غد. أيوة. مش هتشوفي بنتك تاني. لا لا والنبي والنبي لا، انا عايز اشوف بنتي والنبي. انا مش هعمل اي حاجه والله تنسيك نفسي.